تود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تعلن عن عدد من المشاريع المصممة والمنفذة بالتعاون مع بيتا كممثل القطاع الخاص الفلسطيني. بداية مشروع تطوير أكاديميات مايكروسوفت، تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومن خلال هذا البرنامج اللي هو برنامج تطوير أكاديميات مايكروسوفت في فلسطين بدعم إنشاء أكاديميات مايكروسوفت في عدد من الجامعات الفلسطينية بهدف إعداد خريجي الجامعات وتمكينهم من تقديم أفضل الخدمات لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الأراضي الفلسطينية. كما سيسهم البرنامج في مساعدة شركاء مايكروسوفت في فلسطين ومزودي خدمات مايكروسوفت في فلسطين ومطوري برامج مايكروسوفت ومستخدمين تكنولوجيا مايكروسوفت في فلسطين على تطوير مهاراتهم وعلى زيادة حجم حصتهم السوقية المحلية، بينما وبالأهم الدخول على أسواق جديدة إقليمية ودولية. وسيعمل برنامج أكاديمية مايكروسوفت على سد الفجوة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، وذلك من خلال توفير الأدوات المناسبة وبناء مهارات الخريجين يتمكنوا من تلبية احتياجات المتسارعة على السوق، فضلاً عن بناء مهارات ورفع مستوى كفاءة القوى العاملة لتواكب متطلبات السوق الحالي. البرنامج الثاني برنامج دعم البحث والتطوير بين القطاع الخاص والجامعات، حيث استكمالاً للجهود التي قمنا بها خلال الأعوام المنصرمة وخاصة العامين السابقين والتي نتج عنها قيام شركة مايكروسوفت بإنشاء مركز للبحث والتطوير في فلسطين، تتعامل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالشراكة مع اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية بيتا على تشجيع أنشطة البحث والتطوير داخل الجامعات المحلية المرتبطة بالقطاع الخاص الفلسطيني، وذلك بهدف التحفيز على إنشاء شركات جديدة. ويعتبر تنفيذ هذا البرنامج خطوة هامة في دفع المزيد من الابتكارات في النظام التعليمي الفلسطيني الداعم الرئيسي لتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين. وفي نهاية المطاف، إن تنفيذ هذا البرنامج سوف يتيح الفرصة للشركات الناشئة للخروج بأفكار إبداعية وتطوير تكنولوجيا تستطيع تأجيرها ونشرها في شركات دولية. البرنامج الثالث هو برنامج التواصل مع المغتربين الفلسطينيين، حيث تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال هذا البرنامج بالشراكة مع بيتا على التشبيك والتواصل مع المغتربين الفلسطينيين لجذبهم للقيام بدعم وإرشاد للريادين المحليين الفلسطينيين والشركات الفلسطينية. ويهدف هذا البرنامج أيضاً إلى استقطاب استثمارات جديدة مادية وتقنية من شأنها أن تسهم في تطوير وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني. البرنامج الرابع هو دعم الرياديين الفلسطينيين من خلال سلسلة لقاءات الرياديين، حيث تعمل الوكالة الأمريكية على إطلاق تكملة برنامج سلسلة لقاء الرياديين، وذلك بناء على النجاح الباهر الذي حققه اللقاء الأول لتقدم أمثلة حية لتشجيع الشركات الناشئة وتحفيزها على الإبداع. حيث يسعى لقاء الرياديين إلى خلق وتشجيع ثقافة الإبداع والريادة بين قطاع الشباب الفلسطيني، وذلك من خلال توفير الفرص للتواصل مع أصحاب الأفكار الريادية الناجحة والمنفذة من قبل شركات عالمية للاستفادة من خبراتهم في مجال تقديم المشاريع والإبداع. وتوقع أن تسهم سلسلة اللقاءات في إطلاق عدد كبير من الأفكار الإبداعية والناشئة تشجع الشباب على خلق فرص عمل وخلق شركات جديدة ناشئة في هذا القطاع. وشكرا لكم جميعا.